دوري عندنا يعني تحت الرصاص وتحت القتل والدوري شغال بالكره العراقيه بالفطره الناس تحب شيء اسمه كره القدم يمكن ناس تلعب في هذه الاجواء فانا بتصوري لا خوف على الكره العراقيه وحتى هم الشباب الدول اللي موجودين بتصوري قادرين لكن يمكن المعلق قال كلام يمكن فيرا قال كلام عن الفريق العراقي لأنه هو عايش الفريق العراقي وفاز مع الفريق العراقي في كأس آسيا قال مسألة بسيطة على ستك أن يدركها أنه كيف ينظم دفاعاته يمكن مثل ما تفضل يمكن احنا نتكلم اليوم عن باسم عباس باسم عباس مدافع مرعب يعني لو اليوم باسم عباس أمام غلام رضا أعتقد كان يوقفه بطريقة أو بأخرى يوقفه بلانه يمكن هو مدافع مرعب يعني اليوم ما يصير اليوم المهاجم هو الاقوى من المدافع هذه عكس مبادئ كره القدم والنتيجه يمكن راح يرجع يحاسب نفسه ويشوف المباراه ويقيم المباراه ويقيم اداء اللاعبين وكل خط من خطوط الفريق اتمنى المدرب وراح يطلع بنتيجه حتى بالمباراه المتبقيه ان يصلح كل الاخطاء اللي حدثت في هذه المباراه محمد لو يأتي أي مدرب أوروبي للمنتخب العراقي يقول لك أنا ما أقدر أدخل إلا أربيل أنا ما أقدر أحضر لا مشكلة إيه هذا مشكلة إيه فيقول لك أنا أنت كيف تختار اللاعبين يختار اللاعبين اللي خارج الدولة فيعني الإخوان الاتحاد العراقي لما تأتي لجنة في وجود مثلا الكابتن خلف في وجود الكابتن عدنان حمد اللي قاعد يبدع مع المنتخب الأردني في وجود رضا راضي شنيشل يعني لما تكون لجنة متواجدة في الكابتن أحمد راضي لما تكون في لجنة متواجدة في العراق يختارون أفضل اللاعبين يعني مو معقول أنا أتي في مدرب أوروبي مع احترامي له ما يعرف إمكانيات اللاعب العراقي إلا اللي خارج البلد فقط أنا أروح أشاهد اللاعبين المحترفين في أي نادي محترف أنا في الإخوان في الزمالك أبغى اللاعب الفلاني في الغرافة في الوكرة في فهذا شيء مشكلة كبيرة للمنتخب العراقي إذا بيفكر فقط في المحترفين لأن في لاعبين أنت قاعد تظلم لاعبين متواجدين في الدوري العراقي على مستوى عالي جدا وهذا الاتحاد المحترم الاتحاد العراقي هو اللي يتحمل المسؤولية هو ستكا كيف اختار اللاعبين يعني أنت لما تجلس لابد تكون في لجنة أنت كيف اخترت اللاعبين اخترتهم على أي أساس هل شاهدتهم يشاركون أنت ما شاهدتهم يشاركون أنت جالس لخارج العراق وتختار اللاعبين جالس في الأردن أو ممكن تأتي العراق في أربيل تجلس أو تروح الدوحة تشاهد اللاعبين فقط لا هو أخ عبد الله خلي أزيدك معلومة الدوري العراقي يلعب بمجموعتين مجموعة شمالية ومجموعة جنوبية اللي يلعب بالمجموعة الشمالية يروح ذهابا وإيابا إلى بغداد وإلى الشمال كان الدوري طويل كابتن طويل جدا متعب حتى للعب. متعب جدا حتى تكاليفه متعبة المجموعة الشمالية اللي تلعب ستكة موجود بالمنطقة الشمالية للأمان هو يتوخى الأمان لحياته يريد يبقى في أربيل في سليمانية كل الفرق اللي راح تجي إلى الشمال هو راح يشاهد مجموعة اللاعبين لكن المجموعة الثانية اللي تلعب بالمنطقة الجنوبية هو ما راح يشوف من اللي بيها من اللاعبين الجيدين أو الممتازين وهذه مشكلة بالنسبة لنا يعني كابتن الحين 11 لاعب محمد قاصد يلعب في العراق صح؟ الباقي كلهم خارج العراق لا كلهم برا كلهم محمد تخيل 10 لاعبين اساسيين خارج العراق هل يعقل ان في العراق لا يوجد لاعبين متميزين مع كل حبي وتقديري اللاعبين المتواجدين على في بعض اللاعبين على مستوى عالي يعني الكابتن يونس محمود اتكلم عن لاعب مثل يونس محمود كم فرصه وصلت له عند المرمى اليوم يعني لاعب مثل يونس يحتاج الى صانع العاب او يحتاج الى لاعب من الاطراف يوصل الكره يونس محمود شوف هذا الخطا نتكلم عليه عبد الله يعني يونس محمود كراس حربه ما يحتاج لاعبين يمولون له بس كابتن اذا الدوري مرهق ومتعب طويل كيف بيفرز انه لاعب جيد طبعا يفرز يعني مو شرط ان الدوري قوي انه لابد يكون منتخبك قوي منتخب الدوري السعودي من 20 سنه اقوى دوري في اسيا يعني وجهه نظري في الخليج صحيح اذا تسالني اكيد بقول صحيح لا 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 مو بالعكس هذا كله حقيقه من سنه